الحمد لله رب العالمين. في الشهر الثاني من بداية قسم النسائية في مشفى الهند إنهان في جبل الزاوي زاد الإقبال بشكل واضح من حيث عدد المرضى وعدد المراجعين، حيث تجاوز عدد المراجعين في العيادة النسائية 50 مراجعة يوميا بما يعادل أكثر من 1900 مراجعة في الشهر. أيضا بالإضافة للولادات والعمليات القيصرية أيضا زادت بشكل واضح نسبة العمليات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأول من الافتتاح، حيث تم إنجاز ما يقارب 80 عمل جراحي على مستوى النسائي، بالإضافة إلى حوالي أيضا نفس العدد تقريبا من الولادات الطبيعية. فالحمد لله رب العالمين، وضع جيد، وباعتبار هذا المشفى مركز تخصصي في المنطقة نتوقع أيضا أن يزيد العمل والإقبال من قبل المراجعين عليه في الشهور المقبلة. طبعا احنا كان يوجد لدينا خزانات قديمة تخدم المشفى، لكن هذه الأشهر زاد حجم العمل بشكل عام على مستوى العيادات، على مستوى المراجعين، على مستوى المرافقين، زاد حجم العمل وزاد حجم الضغط، مما اضطرنا إلى استخدام خزانات إضافي لكي يكفينا خزان الماء فترة أطول من السابق من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فريق منظمة هاند ان هاند فور سيريا، اليوم بتاريخ 12/3/2016. نحن الآن في بلدة بليون في جبل الزاوي في مشفى هاند ان هاند للأطفال والنسائي. قمنا بتنزيل 4 خزانات سعة 2000 لتر لمشفى الهاند ان هاند للأطفال والنسائي في مركز بليون، مقدمة من مؤسسة راف. نشكر مؤسسة راف على تقديم 4 خزانات مياه سعة 2000 لتر. يوميا نحن برجعنا حوالي 100 مريض عيادة الأطفال والنسائي، بنصرف حوالي تقريبا 85 وصفي. طبعا في ادويه كثير متوفره وفي ادويه كمان ما موجوده، ودائما نحن بنسعى للافضل. في عندنا كثير شغلات بنسعى انه نطورها ونقدمها للعالم والمرضى كلياتهم.